بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء من برنامج فتاوى. هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة. أهلا ومرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء يا شيخ بسؤال لأحد الإخوة يقول: ما أبرز الأحكام التي تتعلق بالخسوف والكسوف، حيث يجهل البعض من الناس هذه الأحكام، وخصوصا بأولئك الذين يتركون هذه الصلاة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله جل وعلا يخوف الله بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف أو الخسوف إنما يحدث لموت عظيم أو ولادة عظيم من البشر، وصادف هذا أن كسفت الشمس في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. وعند ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطأ، فقال: إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فأبطل صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي، وبين أن هذا الكسوف وهذا الخسوف آية من آيات الله، وأنه تخويف، كما قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والكسوف والخسوف يحصلان للشمس والقمر ليدل على أن الشمس والقمر مخلوقان، مخلوقا من مخلوقات الله، أن الله يتصرف فيهما، وأنهما يجري عليهما التغير والتغيير، فلا تصح عبادتهما من دون الله. وفي هذا رد على الذين يعبدون الشمس والقمر. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى: إن الشمس والقمر آيتان، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي هذا الزمان تبجح الحاسبون والفلكيون في أنهم يعرفون هذا الحدوث في وقته، ويظنون أن هذا شيء فلكي لا علاقة له بالتخويف من الله، وجهلوا أن الله قادر سبحانه على أن يغير العادة وأن يغير الحالة الفلكية، وأن تقوم الساعة عند ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فصلى بالناس صلاة الكسوف
وذكرهم ووعظهم بعد الصلاة، فكونه يدرك بالحساب لا يمنع أن الله سبحانه يخوف به عباده، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يغير وأن يحدث عند ذلك حدثا، وقد يذهب ضوء الشمس والقمر ولا يعود. الله أكبر. لأن من الذي يعيده؟ الله سبحانه. إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعيد النور للشمس والقمر بعد زوال نورهما بالكسوف، ولو شاء لم يعد وبقي الناس في ظلمة. الله أكبر. ولو شاء لجعل هذا عند قيام الساعة، لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فالواجب أن المسلمين يخافون، وأن المسلمين يحذرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ، هذه الأحكام التي استمعنا إليها من فضيلتكم حفظكم الله، يعني بعض الناس يتهاون مثلا في الصلاة في هذا ولا يلقي لها بالا، حكم ترك الصلاة في ذلك؟ صلاة الكسوف سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، ولا يتكاسل عنها إلا محروم أو جاهل أو متأثر بما يسمع من التهوين من صلاة الكسوف. نعم. تفضل أخي عمار من جدة معنا على الخط. يا أخي عمار اقصر التلفزيون، الله يرضى عليك، اقصر التلفزيون. تفضل يا عمار. السلام عليكم شيخ عبد الكريم. عليكم السلام، حياك الله أخي. كيف حالك شيخ عبد الكريم؟ طول بعمرك إن شاء الله. تفضل. فضيلة الشيخ، ممكن تكون فضيلة الشيخ؟ تفضل، ارفع صوتك، تفضل. هذا السلام عليكم. شيخ صالح، كيف حالك؟ طيب، قصر. حياك الله، بارك الله فيك. تفضل. بارك الله صالح. السؤال. لو سمح شيخ صالح، عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول على خروج الحسين بن علي على يزيد بن معاوية. في بعضهم يحتج بهذا بخروج الشعب الآن على ولاية الأمور، هل خروج الشعب على ولاية الأمور جائز كما فعل حسين ولا لهم شيء ثاني؟ يعني الخروج على حسين أمر آخر. تفضل. طيب خلاص. نعم. كافي، واضح السؤال. تفضل. السؤال الثاني. واضح سؤالك، تفضل يا شيخ صالح. نعم. مش يقول نكتفي بهذا السؤال، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. نعم. ماذا يقول؟ ما واجبنا نحو ولاة أمورنا حفظكم الله؟ واجبنا نحو ولاة أمورنا حفظهم الله المناصحة لهم وبيان طريق الخير، والواجب علينا لهم السمع والطاعة بالمعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وواجب علينا أيضا التعاون معهم على جمع الكلمة وعلى قمع المفسدين وعلى حفظ الأمن، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا، نتعاون مع ولاة أمورنا وننصح لهم. من النصح لهم أن نتعاون معهم في إصلاح الأمور وفي ردع المفسدين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، والدي مريض ويصلي جالسا، فهل يجلس متربعا أو كهيئة التشهد، وما الأدلة في ذلك؟ الأحسن أن يجلس متربعا، وإن جلس كجلوسه للتشهد فلا بأس بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل جالسا فإنه يجلس متربعا في محل القيام. نعم. أم محمد من رابغ، تفضلي يا أختي أم محمد. تفضلي. سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. اكسر يا التلفزيون شوي. ام محمد. اي يا محمد.
تفضلي تفضلي. بسأل الشيخ هل يجوز للمرأة الأذان في الصلاة أم لأني أنا سألت قالوا المرأة يجوز لها طيب. تأذن وتقيم في نفس الوقت لوحدها. طيب شكرا. والثاني السؤال إيه؟ هل يجوز لي أن أتصدق عن ولد حماتي هو متوفي؟ والثالث هل يجوز يصلي صلاة الكسوف في البيت أم لا؟ طيب الله يعطيكم العافية. شكرا. الشيخ صالح هل يجوز للمرأة أن تؤذن وتقيم؟ لا يجوز لها ذلك لأن هذا لم يرد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الأذان والإقامة للرجال يشرعان في حق الرجال. نعم. التصدق عن ولد حماتها تقول هل يشملها الأجر؟ التصدق عن كل مسلم مشروع سواء كان ولد حماتها أو غيره، ولها الأجر في ذلك مع إخلاص النية لله عز وجل، وهذا ينفع الغير أيضا ممن نوي له ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. تقول يا شيخ أيضا هل لها أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها؟ لا مانع من ذلك، وصلاة الفريضة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فكيف بصلاة الكسوف؟ وصلاة الكسوف تجوز جماعة وفرادى، تجوز في المساجد وفي البيوت، ولكن إقامتها في المساجد للرجال أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ مازن من جدة يقول فضيلة الشيخ من عادتنا أن نكثر الأعمال الصالحة في رجب، وقد قرأت بعض الأحاديث في أحد الكتب الموجودة في المكتبات بأن هذا الشهر له مزية عن غيره من شهور السنة، أرجو من الشيخ أن يجيبنا على ذلك. لا فضيلة لشهر رجب خاصة به، وإنما هو كسائر الشهور، لأنه لم يثبت في فضله وفضل العمل به خاصة دليل من الكتاب والسنة، فمن كان على عمل مستديم في سائر السنة فإنه يستمر عليه في رجب، أما أن يخصص رجبا بعبادة خاصة به فهذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. والكتب نعم. التي قرأتيها في هذا لا أصل لها، مجموعة مما ذكر من غير ثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول هذا السائل رجل فاتته ركعة من صلاة الفجر هل يكملها جهرا أم سرا؟ يكملها جهرا إلا إذا كان يتأذى بجهره من حوله، فإنه يسر بالقراءة. نعم. الأخت شهد من الرياض، تفضلي أختي شهد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي أعطينا السؤال مختصرا يا شهد. يا شيخ أبي أسأل عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار، المقصود بداية الأذان أو بداية الإقامة؟ طيب واضح السؤال. تقول بالنسبة لحديث إذا سمعتم الإقامة فأتوا إليها مطمئنين يا شيخ، هل هذا في بداية الأذان أم في آخره؟ نعم، هذا يشمل كل من يمشي لصلاة الجماعة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، لأنه إذا سمع الإقامة فهذا يحفزه على السرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تسرع، امشوا عليك السكينة، وهذا هو السنة سواء مع سماع الأذان أو مع سماع الإقامة، فإذا مشى إلى المسجد لصلاة الجماعة فإنه يمشي بسكينة لأن خطواته مكتوبة، كلما كثرت الخطوات كثر الأجر في ذلك،
ولأنه إذا جاء مسرعا فربما يدخل في الصلاة وهو مشوش ثائر النفس فيحصل عدم طمأنينة في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة وضلالة، فما الصواب مأجورين؟ القائل هذا هو المبتدع، لأن القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعد الركوع تقبض فيه اليدين على الصدر، هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما كيفية الطريقة للسجود يا شيخ؟ نعم. عندما أهوي للسجود، يقول: ما كيفية ذلك؟ على حسب استطاعتك تهوي إلى السجود، على حسب استطاعتك، فإن كنت قويا فإنك تضع ركبتيك قبل يديك ثم جبهتك وأنفك، وإن كنت عاجزا أو مريضا أو كبير سن فلا بأس أن تضع يديك قبل ركبتيك للحاجة. نعم. تفضل يا أخي أبو منصور. السلام عليكم أبو منصور. السلام عليكم. نعود إلى أسئلتنا يا فضيلة الشيخ، ويقول هذا السائل: ما حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟ تحريك رفع السبابة عند التشهد وعند الدعاء هذا مستحب، إشارة إلى التوحيد، أما تحريكها هذا موضع خلاف بين العلماء، سواء حركها أو لم يحركها لا مانع من ذلك. نعم. يقول: إذا حجيت يا شيخ عن غيري بأجرة واستلمت الأجرة وبقي من هذه الأجرة بعض النقود ما يقارب من 2100، هل آخذها؟ يا أخي، أولا الحج لا يؤخذ عليه أجرة لأنه عبادة، ولا يجوز أخذ الأجرة على العبادات، ولكن تأخذ ما أعطاك المنيب لك والموكل لك، تأخذ ما أعطاك سواء كان قدر النفقة في الحج أو زائدا أو ناقصا، وتحتسب النقص عند الله سبحانه وتعالى. المهم أنك لا تحج من أجل المال، أما إن من حج من أجل المال فحجه غير صحيح، ولكن يحج ويأخذ المال ليستعين به على الحج، ولهذا قال العلماء: من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج فليحج. الحاصل أنه لا يجوز أخذ الأجرة، ولا يكون طمع الإنسان في نيابته عن أخيه المسلم في الحج والعمرة، لا يكون طمعه في المال، وإنما يكون طمعه في نفع أخيه والنيابة عنه، خصوصا إذا كان عاجزا أو ميتا، ويكون له أجر في هذا، لأنه سيصلي في المسجد الحرام وسيقف في المشاعر ويدعو ويشارك الحجاج في أعمالهم، فيكون للمنوب عنه المناسك، ويكون له ما زاد عن ذلك، فهو مأجور، وهذا خير من الدنيا وما فيها، ولا مانع أن يأخذ من المال ما يستعين به على الحج. وإذا كان الذي دفع له المال قال له: خذ منه قدر نفقتك للحج، فإنه يرد الباقي، أما إذا أعطاه وسكت فإنه يأخذ المال كله، يأخذ ما أعطاه كله، لأنه سمح له بذلك ولم يطلب إرجاع شيء منه. نعم. أحسن الله إليكم. تفضل يا أختي أم روان. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول مختصر لو سمحتي. السؤال الأول: شوف، من جد الزوج من أمه أو أبيه، يعني محرم للزوجة هو العكس. جد الزوج؟ أيوة. هل هو محرم للزوجة؟ أيوة، يعني سواء كان من أمه أو أبيه. طيب. والعكس، يعني شو اسمه، جدة الزوج. طيب، واضح الزوجة. واضح السؤال. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، واحد فقير يجمع حديد من مزارع كذا مهجورة، يعني اللي يبيعها يأخذ مالها، فهل مالها حلال أو حرام؟ طيب واضح السؤال يا أختي أم روان، شكرا لك. جد الزوجة فضيلة الشيخ، هل هو محرم للزوجة إذا كان من أمه أو أبيه؟ نعم، الجد محرم لزوجة حفيده، سواء كان جدا من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى في عداد المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي الذين ليسوا من المدعين، لأنهم كانوا في الجاهلية يستلحقون الموالي وينسبونهم إليهم ويقولون فلان ابن فلان، وهو ليس ابنا له، إنما هو مولاه، فيعني أنه عتيقه. فالله أبطل هذا، أبطل التبني، وقالوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولم يجعل، قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الحاصل أن قوله من أصلابكم يعني ليسوا من الموالي الذين كانوا يتبنونهم. نعم، أحسن الله إليكم. تقول فقير يجمع حديد مستعمل من المزارع ثم يقوم ببيعه والاسترزاق منه، هذا إذا كان مهملا ولا لا رغبة لصاحبه فيه، وإنما تركه رغبة عنه، فلا بأس أن يأخذه وينتفع به. أما إذا كان صاحبه يريده ويريد الرجوع إليه، فلا يجوز له أن يأخذه. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر وصلنا من أحد الإخوة، يقول في بعض البلدان فضيلة الشيخ هناك عادة عندهم بأنه إذا مات الميت رفعوا أصواتهم بالقرآن، وذلك من خلال المسجل في بيت الميت، ما حكم ذلك؟ هذا لا أصل له، وهو من البدع، ولا تجوز قراءة القرآن بمناسبة موت الميت، واستقراء واستئجار المقرئين لا يجوز هذا، لأنه بدعة، سواء كان من التسجيل أو من مقرئ حاضر، لأن هذا لا دليل عليه من السنة، وإنما المشروع الدعاء للميت والاستغفار له والإسراع بتجهيزه والصلاة عليه والإسراع بحمله إلى قبره ودفنه، ثم الوقوف على قبره بعد الدفن والدعاء له والاستغفار له وسؤال الله له التثبيت عند سؤال الملكين، هذا المشروع لنا مع الأموات. وأما قراءة القرآن لأجل ثوابه للميت واستئجار المقرئين أو من المسجلات، فكل هذا عمل لا أصل له، وهو بدعة من البدع. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ سعد يقول: الشيخ صالح، هل الإيمان يزيد؟ وما هي أبرز الأعمال الصالحة التي تزيد من إيمان الشخص ويكون على مستوى واحد حتى آخر حياته؟ نعم، الله، هذا في نص القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولهذا قال العلماء: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان يزيد، وهذا بنص القرآن وبنص السنة أنه يزيد بالأعمال الصالحة وأنه ينقص بالأعمال السيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
فدل على أن الإيمان يضعف. قال تعالى في هؤلاء: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فالإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا حبة خردل، ويزيد حتى يكون كأمثال الجبال. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ الاتصال من بندر من المدينة. تفضل أخي بندر. السلام عليكم ورحمة الله. أعانكم الله يا شيخ صالح وزادكم علما. الحمد لله يا شيخ، نحمد الله أن ولى علينا من يخافه ويتقيه في هذه البلاد الطيبة. بس عندي يعني سؤال. عندي سؤالين يا شيخ إذا سمحت، اقتراح بسيط. أنه كثير من طلبة العلم والخطباء عندما يتكلمون عن الصحابة يذكرون، يقولون أبو بكر وعمر، يعني دون يعني سيدنا، المقولة المشهورة لسيدنا عمر أنه سيدنا عتق سيدنا، والمقصود أنه سيدنا أبو بكر عتق سيدنا بلال. فنتمنى فضيلة الشيخ يعني أنه الخطباء وطلبة العلم والدعاء أنه يعني يذكرون كلمة سيدنا عندما يذكروا سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان. بارك الله فيك. واضح السؤال يا شيخ. عندي سؤال ثاني يا شيخ. الآن كثير من المسلمين يتعاملون مع عملية الكسوف والخسوف على أنها ظاهرة طبيعية. تكلم عنها الشيخ. طيب. أيوه. بس عندي اقتراح بسيط يا شيخ. أيوه. هل ممكن يا شيخ عمل قناة أو برنامج في قناة في القناة لتوصيل النصح لولي الأمر أو توصيل المظلمة؟ بارك الله فيك. واضح سؤالك يا شيخ بندر، شكرا لك يا أخي الكريم. طيب فضيلة الشيخ، قضية إضافة سيدنا لأبو بكر أو عمر رضي الله عنهم، هل ورد في ذلك شيء عندما نذكر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟ هذا شيء لم يرد، وخصوصا في الخطبة لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من أصحابه أنهم يقولون سيدنا، وإن كانوا سادة وأعظمهم سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يرد أنه يقال عند الصلاة عليه في الخطبة أن يقال سيدنا، ونحن نتبع ولا نبتدع، فهذا هو المطلوب. وكونه لا يذكر سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا علي، هذا اتباع للدليل. نحن نحبهم ونجلهم ونحترمهم ونقتدي بهم، ولكن لا نذكر في حقهم إلا ما ورد به الدليل. نعم، جزاكم الله خير. أشار الشيخ صالح إلى نقطة وقد ذكرتموها في بداية حديثكم حفظكم الله ورعاكم، وهو أن بعض الناس يرى يقول يعني بأن الكسوف ظاهرة طبيعية. هذا كلام باطل، هو أجراه الله جل وعلا، ما هو طبيعي. الأشياء لا تنسب للطبيعة، وإنما تنسب لقدر الله سبحانه وتعالى، تنسب إلى الله أنه هو الذي قدرها وخلقها وأوجدها، ولا ينسب إلى الطبيعة شيء، لا الكسوف ولا غيره. نعم، جزاكم الله خير. ونقول للأخ أيضا بندر بأن علماء الأمة يرشدون ويوجهون في هذا الموضوع. صابر من الرياض، تفضل صابر. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير، الله يحفظك. السلام. تفضل الله يحفظك. بالنسبة هل هناك سن محدد لدخول الأطفال في المساجد؟ في سن محدد يعني؟ وهل في دليل على أنه لابد يكون في سن محدد لدخول الطفل المسجد؟ طيب شكرا يا شيخ صابر، بارك الله فيك. هل هناك سن محدد لدخول الأطفال إلى المساجد؟ وأيضا ما حكم من يمنعون المساجد في الصف الأول يا شيخ صالح؟ الأطفال على قسمين، الأطفال المميزون هؤلاء يؤمرون بالصلاة ويحضرون إلى المساجد ويضبطون عن العبث ليتعودوا الصلاة مع الجماعة ويتعودوا احترام المساجد والحضور مع المسلمين. أما من دون التمييز فلا يحضر إلى المسجد إلا عند الحاجة، إذا كان يخاف عليه من الضياع فإنه يحضره وليه معه ويضبطه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته،
فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في إحضارهم حفاظ عليهم إذا كان في إحضارهم حفاظ عليهم مع ضبطهم فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يعني ما هناك سن محددة يا شيخ لدخولهم يا شيخ صالح؟ سن التمييز لسبع، هذا يشرع دخولهم وصلاتهم مع المسلمين. طيب، وأما دون التمييز فإنهم يحضرون للمحافظة عليهم إذا خيف عليهم، ويضبطهم وليهم. نعم. هذا سائل يقول الشيخ صالح، ما حكم استرجال بعض النساء في هذا الوقت الذي كثر فيه تشبه النساء بالرجال والعكس؟ الله سبحانه وتعالى خلق الرجال رجالا، وجعل لهم صفات، وجعل لهم أعمالا خاصة بهم ولائقة بهم، وخلق النساء نساء، وجعل لهن صفات خلقية وخلقية، وجعل لهن صفات خاصة. فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر في صفاته وأعماله وملابسه وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عددنا في مزرعة ما يقارب من 15 شخص، ومعنا شخص متعلم وقارئ للقرآن، ولنا مصلى نصلي فيه الفروض ويوم الجمعة، هل يجوز لنا أن يخطب بنا ويصلي مع أن الجامع الكبير يبعد عنا بالسيارة نصف ساعة؟ نعم، إذا كان المسجد الجامع قريبا منكم وجب عليكم الصلاة مع المسلمين، صلاة الجمعة، حضور الجمعة. أما إذا كان المسجد بعيدا كما ذكرت نصف ساعة للسيارة فلا يلزمكم الحضور حينئذ للجمعة، ولكن تصلونها ظهرا في مكانكم، ولا يجوز أن تقيموا جمعة في مكانكم، بل تصلونها ظهرا. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ عن حكم التهنئة بيوم الجمعة كقولنا جمعة مباركة، وكذلك خص يوم الجمعة بإرسال الرسائل من الجوال، وفي نهاية الرسالة يكتب أكثر من الدعاء جمعة مباركة وجزاكم الله خيرا. هذا مبدأ لنشر البدع، لا أصل للتهنئة بيوم الجمعة، وإن كان يوم الجمعة يوما مباركا ويوما عظيما، وفيه صلاة الجمعة، وفي ساعة الإجابة، وفي اجتماع المسلمين، وله فضائل كثيرة، لكن نحن نتبع الدليل، فما ورد أنه يهنأ بيوم الجمعة، ولا ورد أنه يطلب كثرة الدعاء فيه. والجوالات أصبحت خادمة للمبتدعة، فعليكم أن تحذروا منها وما ينشر فيها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا الأخ مصطفى يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يفيض الكلام في هذا الموضوع، حيث اختلفنا نحن وبعض الزملاء حول هذا الموضوع. يقول في هذا السؤال: يا شيخ، من هم الأولياء؟ وهل هناك أولياء مخصصين أتقياء لله عز وجل؟ وما هي شروطهم وما هي أمثلتهم في ذلك؟ يا أخي، هذا لا يحتاج إلى جدال. الله جل وعلا بين لنا من هم أولياء الله في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو ولي لله عز وجل. فأولياء الله يعرفون بهذا، ولا يغلى في حقهم ويعتقد أن فيهم البركة ويتبرك بهم، أو أشد من ذلك يذبح لهم وينذر لهم وتصرف لهم أنواع العبادة، هذا باطل ولا يجوز، شرك بالله عز وجل.
نحن نحب أولياء الله ونقتدي بهم، ولكن لا نغلو فيهم، كما أنه لا يجوز لنا أن نتنقصهم أو نحط من قدرهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة. فالذي يعادي أولياء الله محارب لله سبحانه وتعالى، لأنهم أولياء الله، لهم قيمتهم وقدرهم احترامهم، فلا يجوز الغلو فيهم ولا يجوز امتهانهم. والولاية تختلف، بعض الأولياء أكمل من بعض، وكل مؤمن تقي فهو ولي لله بحسب إيمانه وتقواه. قد يكون له ولاية قوية مع الله، وقد يكون متوسطا، وقد يكون دون ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. تفضل أخي ظافر من عسير. نعم تفضل ظافر. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. أهلا ومرحبا. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل مختصر. إحنا قبيلة واضعين لنا صندوق، هذا الصندوق يتكون فيه مبالغ مالية، هل عليها زكاة؟ وهي للطوارئ ونوائب الدهر. طيب، شكرا. صندوق فيه عاملينه مجموعة من القبيلة فضيلة الشيخ، فيه مبالغ مالية للطوارئ والاحتياج، هل عليه زكاة؟ عليكم يا أخي أن تكتبوا سؤالكم وترسلوه للجنة الدائمة للإفتاء تنظروا فيه، ولكن إن كان هذا الصندوق للاستثمار فإن فيه الزكاة، كل يزكي قدر ما دفع. وإن كان هذا الصندوق للتبرع وليس للاستثمار فليس فيه زكاة، لأنه للمحتاجين، فمصرفه مصرف الزكاة والحمد لله. نعم. المفرد يا شيخ صالح إذا جاء يوم التاسع، هل يذهب حالا إلى عرفة أو يطوف بالبيت؟ ماذا يعمل؟ لا مانع، والأفضل أن يطوف بالبيت إذا قدم إلى مكة، الأفضل أن يقصد البيت وأن يطوف به طواف القدوم، هذا السنة مؤكدة. وإن أراد أن يسعى وهو مفرد أو قارن، أراد أن يسعى سعي الحج مقدما بعد طواف القدوم فلا بأس بذلك. وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد، إن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك أيضا. نعم. يقول في فقرة له في هذا السؤال الشيخ صالح بأنني حجيت مفردا وأكملت ولله الحمد حجي، وأخبرني أحد الإخوة يقول بأنك لو حجيت متمتعا أو قارنا كان لك الأفضل من هذا الإفراد، هل يجزي حج الإفراد؟ نعم، يجزي حج الإفراد ولا إشكال فيه ولله الحمد. وإن كان التمتع أفضل والقران أفضل، لكن الإفراد جائز ومجزي ولله الحمد، ولا تستمع لهؤلاء المشككين. نعم. تفضل يا أخي سعد من مكة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال بخصوص الوالد الله يرضى عليك. الوالد؟ الوالدة حجت السنة دي يوم عرفة، والمبيت بادت المزدلفة، ويوم العيد بقيت المزدلفة لحد العصر لأنها كانت تعبانة. إيه. وبعدين أحضرناها هذه منطقة الشيشة اللي هي خارج منى، ولم تبيت في منى 3 أيام. إيه. رمي الجمرات وكلت أخيها. طيب. وأبغى أشوف إيش عليها هو. طيب. فضيلة الشيخ صالح، هذه يقول والدتي حجت يوم عرفة وباتت بالمزدلفة، وكانت الحقيقة متعبة، ولم تبت في منى أيام التشريق، ورمى عنها أحد الأبناء الجمرات ورجعت إلى أهلها. الحمد لله، إذا كانت متعبة ومريضة ولا تستطيع المبيت بمنى فإنه يسقط عنها. الحمد لله. أسقط عنها المبيت ولا شيء عليها، لأنها
معذورة، وتوكيلها لرمي الجمار لا بأس به وهو مجزئ عنها ولله الحمد، ولكن لا بد أنها تطوف للإفاضة وتسعى بين الحج والعمرة ولو محمولة، لا بد من لأن هذه أركان الحج، لا بد أن تطوف أو يطاف بها وأن تسعى أو يسعى بها. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل هذا الأخ يا شيخ عن حكم مس المصحف بدون طهارة، وما كيفية الطهارة، الاستنجاء أم الوضوء؟ لا يجوز مس المصحف مباشرة من غير طهارة، لما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس المصحف سواء مس الورق أو الكتابة أو حتى جلد المصحف، لا يمسه إلا وهو طاهر. أما إذا كان المصحف في صندوق أو في تابوت أو في غلاف خرقي أو نحو ذلك مسه من غير مباشرة فلا بأس بذلك، فهذا هو ما يجب في حق المصحف الشريف. ولا بد أن تكون الطهارة من الحدث، بأن يكون على وضوء ولا يكون جنبا، لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين، الجنابة والحدث الأصغر، لا بد أن يكون مغتسلا من الجنابة والحدث الأكبر، ولا بد أن يكون متوضئا من الحدث الأصغر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ السائل يقول يا شيخ هل يجوز لك إذا ظلمت من قبل شخص أن تنتصر لنفسك بأخذ مظلمتك منه إذا كانت مالية، حتى لو اضطررت إلى هذا الأمر بحلف يمين ليست صادقة لأنه هو الذي تسبب بهذه الخسارة لك؟ يا أخي، من ظلمك بأخذ شيء من مالك فهناك سلطة ترفع أمره إليها وتطالب في حقه، ولا تأخذ بيدك لأن هذا يحصل به الفوضى ولا تنضبط الأمور مع ذلك. لكن إذا تعذر رفعه إلى السلطة وظفرت بشيء من ماله فإنك تأخذ قدر حقك إذا لم يلزم على هذا مفسدة أكبر، وهذه ما تسمى مسألة الظفر. قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم من النفقة، قال صلى الله عليه وسلم، سألته هل تأخذ من ماله؟ قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو علي يقول للشيخ صالح ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود؟ فنحن نرى بعض الناس يمد الظهر يعني ويبالغ في ذلك. لا يجوز التكلف في هذا ومد الظهر في السجود حتى يأخذ محل صفين ويؤذي الصف الذي أمامه والصف الذي خلفه، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، بل يسجد مثل من بجانبه من المسلمين سجودا لا تكلف فيه والحمد لله. نعم، الأخت السائلة من أبها تقول ما حكم إجهاض المرأة لجنينها وذلك الحكم في الشريعة الإسلامية، مأجورين؟ لا يجوز إجهاض الجنين خصوصا إذا نفخت فيه الروح، لا يجوز إجهاضه إلا بفتوى من اللجنة الدائمة مبنية على تقرير طبي من ثقات من الأطباء، لا بد من هذا، وليس للمرأة الحرية في أنها تجهض أو لا تجهض، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم في هذا لأن الحمل والجنين له حرمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ هذا السائل عماد من جدة هل ورد حديث بأن الشتاء ربيع المؤمن يطول الليل فيقومه ويقصر النهار فيصومه؟
هذا أظنه من كلام بعض الصحابة، أظنه من كلام بعض الصحابة، ولا أعلم أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. نعم تفضل يا أخي محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكسر التلفزيون شوي محمد لطفا منك، تكرر. عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول، من زاد ركعة أو ركعتين في الصلاة هل يعيدها، وإلا شو اسمه هي يستسد السهو؟ طيب والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني الله يحفظك، من فاته ركعة هل يتمها بعد تسليم الإمام مباشرة أو حتى ينتهي الإمام من التسليم؟ طيب شكرا لك. فضيلة الشيخ يقول، من زاد في الصلاة ركعة أو أكثر فما الحكم في ذلك؟ إن كان زاد في الصلاة متعمدا فإنها تبطل صلاته، إذا زاد ركعة فأكثر تبطل صلاته بذلك، وإن كان ساهيا زاد سهوا فإنه يسجد للسهو ويكفيه ذلك والحمد لله. والسؤال الثاني، من فاتته ركعة متى يأتيها، متى يأتي بها؟ يأتي بها إذا سلم الإمام التسليمة الثانية، لا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية وينقطع صوته فيقوم المسبوق ويأتي بما فاته. نعم. يقول، ما المشروع عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند دفن الميت؟ فنحن نرى بعض الأشياء عند دفنها كالتكبير أو التحميد أو التشهد جماعية. هذا من البدع المحدثة، لا يجوز التكبير ولا التحميد ولا التسبيح عند دفن الميت، وإنما يدفن ويدعى له بالمغفرة من غير رفع صوت، وإذا فروا من دفنه وسووا التراب عليه يقفون على قبره ويسألون الله له التثبيت ويستغفرون له بدون صوت جماعي وبدون يعني تشويش على الحاضرين. نعم. هذا الأخ السائل الذي أرسل بهذا السؤال عن بداية الساعات الأولى من يوم الجمعة، متى تبدأ؟ بداية الساعة الأولى من يوم الجمعة التي من جاء فيها إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، المراد بها والله أعلم من بعد صلاة الفجر، وبعض العلماء يرى أنها من بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول، مالي من مصرف ربوي، هل يجوز لي أن أعتمر به؟ أرجو الإفادة. إذا كان هذا المال ربويا تعرف أنه ربا فلا يجوز لك التصرف فيه، بل تتخلص منه بوضعه في مشروع من المشاريع العامة تخلصا منه، ولا يجوز لك أن تتعبد به لله أو أن تأكله أو أن تتصرف فيه، لأنه مال حرام. نعم. هل تصلي المرأة إذا سقط الجنين وله أكثر من شهرين ونصف؟ نعم، إذا سقط الجنين لـ81 يوم فأكثر فإنها تجلس إذا كان عليها دم، لأن هذا نفاس. أما إذا سقط قبل 80 فإن هذا دم نزيف، لا تترك من أجله الصلاة. نعم. أخيرا نختم معكم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بفقرتين لأحد الإخوة. في السؤال الأول يقول، ما حكم التيمم إذا كان البرد شديدا جدا فأنا صليت أكثر من فرض بتيمم مع وجود الماء، هل أعيد الصلاة؟ هذا يرجع إلى حالتك، هل عندك ما تسخن به الماء من النار أو من الكهرباء؟ عندك ما تسخن به النار لا يجوز لك أن تتيمم، بل تسخن الماء بما يوجد عندك من المسخنات وتتطهر به. أما إذا كان ما عندك ما تسخن به الماء وليس حولك ماء دافي
وتخاف على نفسك من الإصابة بالبرد فلا بأس أن تتيمم وتصلي، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سرية فأصابته جنابة احتلام وكان الجو باردا جدا، فخاف إن اغتسل أن يصاب بالمرض، فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. نعم، أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في هذه الحلقة والأخيرة فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لقراءة الفاتحة على الميت، هل ورد فيها شيء؟ هذا لا أصل له. نحن قلنا وكررنا أنه لا يقرأ على الميت حال الاحتضار، وإنما يلقن لا إله إلا الله، لما صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما أن يقرأ عنده الفاتحة أو غيرها من القرآن فهذا لا أصل له. نعم، ورد قراءة سورة ياسين عند المحتضر، ولكن هذا الحديث في سنده مقال ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك والذي جمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر الزملاء أيضا في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء، والشكر موصول لزملائي في استوديو الرياض. هذه تحية من مخرج البرنامج الزميل أحمد العتيبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.